انا عندي ابونمون لا تكمل وين في زعما هنا عندنا ما تكمل زعما لا ما تدخل لا داك نديرو بعدا كنديرو مع ميديتي داك سميتو هذاك ديال ابون مزيان هاد القضيه سي شحال زوين سي زوين بزاف سوريك لو انتما بخير بعدا كتخدم عندكم هنا ولا اشي اشي الاكل اللي عندكم هنايا يعني زعما الاكل المفضله على اللي كديروها ديما الاصليه ديالكم زعما هنايا الاكل اللي كنديروا حنا بزاف عندنا هنا كيكون طاجين وكيكون عاوتاني كسكسو بالنسبه لي حيت حنا اوبليجي عند كسكسو ضروري يكون بالليل وصباح بكري ضروري الحرير هادو ضروري خصنا عاوتاني كسكسو يعني بالليل بالليل يوميا خص يكون زعما وقت الناس وهادي ما كاين زعما هو كسكسو اصلا هو كاع راه هكذا كديروا يعني بالخضره ولا بالحليب لا حنا كنديروها بالخضره الطاجين عندهم ما عرفين الطاجين كيكون سميتو خيزو واللفته وهذه والكرعه والكورنابليكس الكرنب واحد النبات راه دوك الوراق ديالو في الطحين تنقولي حنا الكرنب كروم الكرنب الكرنب حنا نقولي حنا سميتو تنقولي حنا الكرنب دابا كي تدوزو الاعياد ديالكم تدوزو زوين زعما الاعياد حنا راه عالم اخر زعما التقاليد ديال الاعياد ديالكم كي تكون انا غادي نشرح لك دابا التقاليد ديال بالنسبه للعيد الكبير كنفيقو مع الصباح كنمشيو الى سميتو كنصبح بكري كنشرب شويه ديال ابونوك وكنضيع الناس راه جاي عندك كريم العواشر ومن طاطا هما كيجيو لعندك للدار اللي كنساليو كنمشيو كنجمعو وحده الشام دابا هذا اين عيد الكبير الصغير هذا لا في العيد الكبير ولا في العيد الصغير ومعاش كتذبحوا نتوما نورمال لا المهم العيد انا دابا غير تاع عندهم ولا كشنو راه تقريبا بحال ديك 10 وناس هكذاك عاد كتذبحوا اش كنديروا ملي كنساليو من اسميتو ملي كندورو على الدوار كنمشيو كنجمعو وحده الجامع كيجمعوا الناس كيجمعوا الرجاله والدراري وكنجيو من الجامع كنجيو من الجامع حتى هنا في عايه المصليه راهي وكنجيو كنصليو هنا كنديروا صلاه العيد ملي كنصليو هنا كنعاودو نرجعو للجامع وكل دار عاوتاني كتخرج سميتو كتخرج كاين الدار اللي كتخرج السمان كاين اللي كتخرج الحلوى كاين اللي كتخرج الخبز والزيت كله وكنجمعو على ديك الماكله كناكلوها ملي كناكلوها تنخرجو كنمشيو كندبحو الحولي ديال العيد ديال الفقيع ديال الفقيع ملي كنجمعو عاوتاني على ديال الفقيع كلشي العيالات والرجاله ملي كندبحو داك الحولي ديال العيد ديال الفقيع قدام الدار ديالو ديك الساعات باش كنتفرقوا انا كنجمع حتى انا ودوك العائلات ديالي كنجمع حتى انا كنبقى ديال دارنا كنسبقوا بديك الفقيع الاول كنسبقوا الفقيع الدوار علاش زعما الفقيع دابا حيت لا المهم هذه خلاص كاينه الطقوس بحال مثلا حنا كنقولوا العيد الكبير خصو يسبق مثلا الملك هو الاول بحال حيت دابا عندنا حنا مثلا دابا الفقيع انا كاع مثلا الا كان شي مشاكل ولا شي حاجه راه كاين غير واحد التوجيه حنا المعينين مع الفقيع هما كيحلوا دوك المشاكل ديال الدوار حتى كتكون الا ما كان شي مشكل كاع معقد بزاف حنا ما كنوصلوش كاع سميتو ما كنوصلوش حنا كاع السلطات راه السلطات عندنا دابا في الدوار حتى شي ناس تنازعوا على شي ارض ولا شي حاجه ماشي يسيروا وصل القايد يجيب الجندارم يجي كنحل المشاكل اللي دابزوا شي ناس كنضغطوا مثلا على داك السيد اللي تعدى على هذاك كنقول ليه بوس ليه راسو الناس كاملين داك فهمتي كيفاش كنقول ليه بوس هذاك السيد راسو وكيتسامحوا الناس بعضياتهم تسامح وهادي وكان المغرب كامل زعما من نفس الطريقه ديالكم الصراحه ما غيكون لا جندارم دابا زعما تنقول لك تقول لها محكمه لا والو اكثر زعما اللي تنوضوها وبنادم يتعرف على اساس كعندكم كي كدوز حتى العراس نفس السيستم العراس دابا انا مثلا باغي ندير مثلا لا فامي ديالي انا باغا دير العرس كنجيو كنجمعوا واحد العشيه كنقول للناس ديال الدوار كنقول لهم الله يجزيكم بخير غادي تدوزوا عندي مع الربعه ديال العشيه للدار كيجيو لعندي الربعه ديال العشيه معاش كتعلموا بسيمانه قبل كلشي لا على حسب كنقول كتعمل بسيمانه كيعلم كاع 15 يوم كنجمعهم لعندي للدار كنقول لهم الله يجزيكم بخير انتم كتسمعوا راه مثلا اليوم 15 في الشهر نهار 21 ولا نهار 20 راه باغي ندبح وكنناقش معاهم تقول ما ودي راه غادي يجيو عندي مثلا حتى نغوتو الناس البرانيين الدور الاخر ما ودي راه غتكون عندي 500 راجل براني من هنا ومن هنا تنقول لهم عاوتاني العيالات راه اللي عندي كنناقش انا مع دوك القبيله ديالو ديال دوك القضايا ولا علاش واش كديروا مخلطين عيالات ورجال راجل بوحدهم لا 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 غير مثلا في الوقت كيبغي يطلي داك العريس داك الشيء باش كنجمعهم بالنسبه للماكله راه العيالات تاكل بوحدهم والرجال تاكل بوحدهم مثلا العيالات كاينه في الدار الرجاله كيكونوا عاوتاني وبالنسبه للموسيقى والشطاح واش كتجمعوا كامل عيالات ورجال راجل بوحدهم وعاد بوحدهم دار دابا حنا الموسيقى لا في اللعب اللعب كيلعبوا العيالات بوحدهم غير في الوقيته فاش كنبغوا نطلعوا العريس حيت نلعبوا حنا الدف واحد الصقل الا كتعرفوه فاش كنبغوا نلعبوا اسميتو الصقل تما فاش كيكونوا مثلا العيالات مجموعين ولكن واخا كاع في نفس اللحظه واخا مجموعين بحال قلتي مثلا الرجال كيكونوا مريحين بالليل والعيالات تيكونوا واخا في بلاصه وحده غير هما هكا هكا واخين هكا فوالا وكنديروا عاوتاني واحد السيستيم اخر تنقول مثلا داك السيد اللي بغيت تصور تنقول له لا ريجون ديال العيالات ما خصكش تصوروا
ياك فهمتي كيف؟ حيت راه ممكن راه ياك فهمتي يقدر مثلا شي راجل وقع ليه شي مشكل مع مرته ويقدر يشوف شي حاجه حيت عرفتي الدراري دابا كيطلقوا لك في الفيسبوك وهنايا عندكم العروسه كتمشي عند الحل عند النكافه كادوس كتمشي عمارية كتشوف العمارية قليل قليل بعض لافامي كيديروا بشويه ديال ما كيديروهمش كيمشيو غير لباس عادي بحال في المنطقه لا لا هي كان غير كيديروا غير ديالنا كيجمعوا العيالات بعضياتهم وما كيكفو كيقادو لهداك الشيء وكاينه شي واحد مثلا كتشوف شي تريتوره ولا شي حاجه وكتجيب ليها العماريه وكتجيب ليها واللي بغات مثلا غير ديال الدوار راه كيسهروا ممكن يجمعوا غير بنات الدوار وكنجيبوا عاوتاني بنات الدوار هما اللي حداهم وكنجيبوا مثلا واحد القاعه كبيره وتيقادو فيها كلشي داكشي ديالهم تيقادو فيها كلشي داكشي ديالهم هما كيكفو ليها غير داك المهم غير كيكون البنات وعلى بنات صحاباتها وكيجي مثلا داك السيد داك العريس ديالها كيدير هو وياها شي تصاور وصافي ولكن بالنسبه للرجاله والدراري ما كيدخلوش عندهم حيت يبقى داك الباب ديال الاحترام حيت مثلا كل عائله كل عائله كيفاش المراه والراجل او شنو الراي ديالك في المراه والراجل بحيت الاغنيه اللي خرجت انا ريوان الشوار كي جات زعما واش انا بغيت نتبع قلتي لي لا ماشي داك الاخر اللي قال لي نتبع دابا والله كي غادي نشوف دابا اسمي زعما والله شنو رايك انت في المراه انها تحكم في رجلها اللي قال لها يعني هي كتكون هي الري ويا الشوار لا لا ولكن غادي نقول لك دابا المهم اذا كان المهم حنا اش كناخذوا خصنا نشوف مثلا الراي الصائب هو علاش غادي ياك الا كانت مثلا المراه على حق غنتبعوها كان الرجل على حق غادي نتبعو ومثلا شي انسان مثلا دار شي اور ولا شي حاجه حيت مثلا المراه مع الرجل المهم راه الحياه الزوجيه ديالهم راه كيشاكوا بعضياتهم وهما اللي غيعرفوا مثلا سميتو الطريق الصحيح اللي غادي يسلكوه فهذيك اللحظه هما راه المهم انا مثلا كنهضر معاك راه ملي كنهضر معاك الا كنقول صبر غادي تعرفوا مثلا غير كنقول شي حاجه هكذاك ماشي صعيبه واللي انت مثلا اللي ما كانش على الطريق يعاود يردوا للشخص الاخر يعني انت معايا انت ماشي ضد الفكره المراه اللي كنفرض لي راهي واش الا كان الراي ديالها صعيب انا خرجها الطريق ولا انا متفق معاها الا كان صعيب ها ولكن الا ما كان صعيب راه ياك فهمتيني ولكن الا ما كانش داك الراي ديالها صعيب راه ماشي ودابا فضل هادشي اللي انا وصلنا عليه والشهره فضلك انت يعني غيكون هذا الراي ديالو صعيب ما وصلت لهاد الشهره اذا الراي ديال داك الشخص اللي هو مثلا نقول ماشي شي واحد وصل لواحد المرتبه عاليه يعني هو الراي ديالو كان صعيب راه من طبيعي هو انا هي مشاركه باش وصلنا لهادشي كامل الراي ديالي انا وانا اللي وصلت انا اللي اختاريت هادشي باش نوصل الناس ان المراه تاهي عندها واحد الراي اللي يقدر يوصلها لبزاف د الحوايج لا راه انت غير نوصلك دابا انت راه حنا اشنا هو بعدا شي اي انسان بغى يوصل للنجاح ياك فهمتيني هي راه كاينه الف باب باش توصل للنجاح ولا اشنا هو غير اشنا هو الطريقه الاولى مثلا الا بغينا حنا نوصلوا الا بغينا نوصلوا مثلا الطريق ديال الطريق الاول المسلك ديالنا حنا كاينه كنقولوا حنا الاستقامه هي اما مثلا قلت لك 10 د النهار خصني نتلاقى بالضبط ديال الوقت يكون عندي الضبط ديال الوقت عاد هذا المهم هذا هو الباب الاول ماش كندخل عادي يمكن لي نطرق دوك الابواب الاخرى اذا هذه باش قلت لك اذا حتى الطريقه مثلا باش الا قلتي المراه مثلا باش خصها هي راه انا على ما كيبان ليا وحاليا اشنو كنشوف لان كنشوف مثلا حنا غير الديالات عندنا حاليا لان كنلقاو مثلا البنات هما اللي ولاو حاليا كيشدوا كاع المرات بالاولى ها اللي بغيتي غير ولكن شكون اشنا هو هذيك الطريق اذا هذيك الطريق ديال النجاح لان اشنا هو داكشي كيجي عن طريق بالضبط وكيجي عن طريق اسميتها المتابره وهذه واسميتو والهضره انا قلت كلمه واحده كلمه واحده يعني تقريبا قلناها في نهار واحد تيدوجو لقينا الناس درت عند الناس بوم كيفاش دوني كتقول احساس هي الري هي الشوار كيفاش وديما في لي زانترفيو ديال ديما تنقول انا الري وانا الشوار هاد الكلمه ديالي ما عمرها ما غادي تخيب ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق انا خصك تنصفوش تنصفوك بزاف على المعلومات اللي خصك نحافظك شكرا بزاف على المعلومات ديالك خليكم تريحوا من عندنا راه بغينا نديروا كاع واحد الحمله ديال النظافه وبغينا نديروا في العشيه واحد سميتو واحد العرض على سميتو على هذا ديال كورونا وراه هني شكون اللي غيقدموا راه يقدموا غير الدريات غير الدريات هما اللي غيقدموا داك العرض كورونا وداك الشيء شتي دابا الدري غيقدم شي حاجه تلقى ناعس لا 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 لا